أعلن وزير الصناعة بالوكالة محمد إشاع السوداني دعوة 36 شركة عالمية متخصصة لتطوير الصناعات الحربية، مبيناً أن الدعوة شملت شركات من دول صناعية كبرى منها أمريكا وروسيا ومن آسيا، وأن تلك الشركات رشحت من قبل سفارات دولها. وأضاف أن وزارة الصناعة اتخذت الإجراءات التدقيقية مع المؤسسات العراقية المعنية بحسب قوله. طالب محافظ التميم راكان سعيد الجبوري وزارة النفط بتأهيل وحدة إنتاج في مصفى كركوك بطاقة 20,000 برميل. وقال الجبوري إنه اجتمع مع وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب جعفر ومفتش عام وزارة النفط حمدان عويجل ومسؤولين آخرين لغرض بحث عدة نقاط من أبرزها تطوير الواقع النفطي في كركوك. أعلن أمين مجلس محافظة ديالى خضر العبيد انخفاض تدفق الغاز الإيراني المستورد باتجاه محطة المنصورية الغازية خلال الأسابيع الماضية لأسباب غير معروفة. وقال العبيدي إن تدفق الغاز الإيراني المستورد في خط الرئيس يمتد من الحدود الإيرانية العراقية صوب محطة المنصورية الغازية شرق بعقوبة، ومنه صوب العاصمة بغداد، شهد انخفاضا قياسيا كبيرا. أكدت المحكمة الجمركية الوسطى أنها أصدرت أحكاما أدانت نحو 10,000 مخالف لقانون التعرفة الجمركية خلال العام الماضي بين مهرب ومزور. وقال القاضي ستار ورور رئيس المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الجمركية إن المحكمة نظرت في نحو 350 دعوى تتعلق بمخالفة قانون الجمارك، توزعت بين التهرب من التعرفة الجمركية ومحاولة تهريب البضائع واستخدام الأوراق المزورة. أعلن مصرف الرافدين إطلاق سلف العسكريين المتقاعدين البالغة 3,000,000 دينار. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمصرف أنه تقرر منح سلف للمتقاعدين العسكريين التي تبلغ 3,000,000 دينار، داعياً إياهم لزيارة فروع المصرف المخصصة لاستكمال إجراءات منح السلفة، مشيراً إلى أن تعليمات سلف المتقاعدين مشابهة لنظيرتها التي تم منحها للمتقاعدين المدنيين.